من الثاني كيناقش نفس الحالة تقريبا. دونك لا اعطوني معامل الانكسار للزجاج هو ان ار 1.618 بالنسبة للضوء الاحمر الذي طوله الموجاتي في الفراغ ان ار و768، معامل الانكسار البنفسجي 1.655، وطول الموجة ديالو هو 434. احسب سرعة انتشار الموجتين في الزجاج. دونك عطوني معامل الانكسار ديال الاحمر، ومعامل الانكسار كيساوي طول الموجة ديال الاحمر في الفراغ على طول الموجة على طول الموجة في الوسط كيساوي السرعة في الفراغ على السرعة في الوسط. احنا بغينا السرعة في الفراغ يعني في الوسط، وغنديرو ان ار كتساوي سي على بي ار، اذا بي ار كتساوي سي على ان ار. مزيان، غادي نعوضو 3.8 على 1.618 هي هنا كما درت تخرج العدد كيفاش كندير. كما قلت لكم كندير 3 على 1.618 هي 1.85، اللي يخرج نضربو في 10.8 متر سكون موزون. بالنسبة عندنا معامل الانكسار ديال الفيولي هو سي على في ديال الفيولي، دونك فيتاس ديال الفيولي هي سي على ان ديال الفيولي، هي 3.68 على 1.655. دونك تاني هنا نلقاوها هي 1.81×10^8 متر سكون موانس. دونك هنا كيبان ليا ان السرعة تبدلات، فاش غيرت التردد تغيرت السرعة. اذا الخاصية التي يتميز بها الزجاج يعني الزجاج المنشور هي انه وسط مبدد، يعني السرعة ديالو تغيرت فاش غير التردد. دونك تمرين 3 ولا الجزء الثاني معاه، الجزء الثاني ديال التمرين عندي تمرين 1. دونك تم ارسال حزمة ضوئية، دونك هنا تم ارسال، هذا امتحان وطني، تم ارسال حزمة ضوئية احادية اللون منبعثة من جهاز لازر على وجه منشور من زجاج معامل انكساري. طول موجته في الهواء يعني بحال الفراغ، سرعة الانتشار قيمة سرعة الانتشار الحزمة الضوئية في المنشور، طول الموجة في المنشور. دونك هنا عطاوني معامل الانكسار، بغاو السرعة بغاو طول الموجة. دونك هنا أول حاجة عندي معامل الانكسار كيساوي سرعة في الوسط في الفراغ على السرعة في الوسط كيساوي طول الموجة في الفراغ على طول الموجة في الوسط، صح؟ دونك أول حاجة نحسبو، ديما تلقى معامل الانكسار كتب هذه لأن معامل الانكسار كيتعلق بهاد العلاقة. عندي ان كتساوي سي على في، دونك إلا بغيت في هي سي على ان، هي 3.8 على 1.58. على واحد كما درنا الحساب 58 تخرج هي 1.89×10^8 متر سكون موانزان. داكو، دونك بالنسبة للحالة الثانية نحسبو حنا طول الموجة، عندنا معامل انكسار كيساوي طول الموجة في الفراغ على طول الموجة في الوسط، دونك لاندا هي لاندا 0/n هي 665.4 على 1.58، 665.4 هنا هي 421.13 نانو متر. دونك التمرين الاول والتمرين الثاني، دونك هنا كيناقشو هادو كيناقشو معايا الحالات ديال الانتشار ديال معامل الانكسار كيفاش نخدم به. دونك ندوزو
التمرين الرابع هو امتحان وطني في جوج الأسئلة ولا ثلاثة، وندوي على ظاهرة الحدود. التمرين الثالث